مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من المهرة، والذي نستعرض فيه وإياكم أبرز المستجدات والأحداث خلال الأسبوع المنصرم في ثاني أكبر محافظات اليمن مساحة، والتي تعد البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية. نسلط الضوء في هذه الحلقة على ملف وصول قوات بريطانية إلى مطار الغيضة، وتوقف الحركة التجارية في منفذ شحن جراء رفع الرسوم الجمركية، ومواضيع أخرى. أهلا بكم. قال رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة الشيخ علي سالم الحريزي إن الإمارات والسعودية تنفذان أجندات الدول الكبرى المتسببة في الأزمة اليمنية بما فيها بريطانيا، ودعا الحريزي إلى رحيل القوات البريطانية من المهرة فورا، مضيفا أنهم ملتزمون بالسلمية وأنهم سيقاتلون إن اضطروا لذلك. وأكد الحريزي على عدم وجود إيرانيين في محافظة المهرة، وأن بريطانيا هي التي تروج مثل هذه الأخبار. في سياق متصل، عقدت لجنة الاعتصام السلمي اجتماعا استثنائيا لمناقشة وصول القوات البريطانية إلى المهرة، واستنكرت اللجنة التهم التي تلفقها بعض الدول لتشويه محافظة المهرة بعد أن فشلت في الترويج لفزعة الإرهاب بهدف احتلال المحافظة. ودعت اللجنة جميع أحرار اليمن والمهرة للاستعداد لمواجهة أي مخططات تستهدف المهرة تحت أي مبررات. وكانت صحيفة ديلي إكسبريس الغربية كشفت عن وصول 40 جندياً من القوات البريطانية إلى المهرة في مهمة سرية، وأوضحت الصحيفة أن القوات البريطانية وصلت المهرة بمبرر تعقب إرهابيين يقفون وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط ميرسر ستريت في خليج عمان بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل حارس أمن بريطاني. وكان رئيس لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة الشيخ علي سالم الحريزي كشف عن وجود قوات بريطانية في مطار القيضة، وحذر من تداعيات ذلك على أمن واستقرار المحافظة. في شأن آخر، أكد رئيس المجلس العام محمد بن عبد الله آل عفرار على أهمية ترسيخ الأمن في محافظة المهرة وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار المحافظة. وأشاد آل عفرار خلال لقائه نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي الشيخ عبود بن هبود قمصيد ومدير أمن المهرة العميد مفتي سهيل صمودة ووكيل المحافظة لشؤون الشباب بدر كلشات بدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السكينة العامة بمديريات المهرة كافة. من جانبه، أكد الشيخ عبود بن هبود حرص جميع قيادات لجنة الاعتصام على العمل بتوجيهات السلطان بن عفرار من أجل تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة. في سياق متصل، التقى رئيس المجلس العام السلطان محمد عبد الله آل عفرار بعدد من شيوخ وأعيان أسرة آل عفرار، وناقش السلطان محمد آل عفرار مع الشيوخ والأعيان عددا من القضايا والمستجدات في محافظة المهرة، وشدد على أهمية وحدة الصف والكلمة. من جانبهم، أكد شيوخ آل عفرار وقوفهم الكامل مع رئيس المجلس العام، شاكرين جهوده في خدمة المواطنين بالمحافظة. رسميا نفذ نائب مدير أمن المهرة أحمد رعفيد زيارة لمنطقة منعر في إطار تحركاته الهادفة لمحاربة الممنوعات في المحافظة. وأوضح رعفيد أن الزيارة هدفت لتعريف أفراد وضباط أمن المديرية بالمخدرات وأنواعها والأضرار المترتبة على تعاطيها. بدورهم، أكد أبناء المديرية وقوفهم صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية من أجل اجتثاث هذه الآفة من المحافظة. توقفت الحركة التجارية في منفذ شحن نتيجة إضراب التجار عن العمل احتجاجاً على رفع الرسوم الجمركية، وطلب عدد من المواطنين في وقفة احتجاجية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإعادة النظر في قرار رفع سعر الدولار من 250 إلى 500 ريال للرسوم الجمركية.
لما تقتضيه المصلحة العامة للمواطنين، محذرين من انعكاسات القرار على نشاط الميناء واحتمالية توقفه وتجميد التجار لعملية استيراد الاحتياجات الأساسية وارتفاع الأسعار. أعلن تجار ومستوردو منفذي شحن استمرار الإضراب والوقفات الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في التراجع الحكومة عن قرار رفع الجمارك الذي وصفوه بالقرار الظالم. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. تجار ومستوردين منفذ شحن البري الذي فتح المجالات الحدودية في هذه الظروف الصعبة أمام اليمنيين وكان من المنافذ المهمة، اليوم التجار يحتجون في هذه المديرية على ارتفاع البيان الجمركي بنسبة 100%. ليحدثنا أكثر هنا أحد المخلصين الجمركيين في ميناء شحن. قاموا إدارة برفع سعر الجمارك من 250 ريال إلى سعر 500 ريال مما زادت الأعباء على المواطن وعلى التاجر، وكذلك تم ازدحام الميناء بشكل عام وبين السيارات والبضائع وكل البضائع المستوردة إلى المنفذ. هكذا حدثنا أحد التجار والمخلصين في منفذ شحن عن أن القرار سيصبح كارثة على المواطن اليمني وعلى التاجر بسبب ارتفاع المخلص البيان الجمركي 100%، وهذا سيسبب كارثة كبيرة بحق المواطن اليمني. فؤاد المسلمي، قناة المهرية، محافظة المهرة. شهد منفذ شحن تكدسا كبيرا للشاحنات نتيجة إضراب التجار احتجاجا على رفع رسوم الجمارك، وقال مراسل المهرية إن الحركة التجارية في المنفذ توقفت بشكل تام بسبب استمرار إضراب التجار والمستوردين وسط مخاوف من نفاذ السلع التجارية في الأسواق واختفائها وارتفاع أسعارها. الإضراب والاحتجاجات المستمرة في منفذ شحن الحدودي بعد قرار الحكومة رفع الجمارك بنسبة 100% أديا إلى تعطيل الحركة التجارية وسط مخاوف من نفاذ السلع الغذائية من الأسواق. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. قرار الحكومة برفع رسوم البيانات الجمركية إلى 100% يثير جدلا واسعا وسط احتجاجات من قبل المستوردين والتجار في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان. من الانعكاسات الخطيرة على ذلك في توقف نشاط ميناء شحن البري وتجميد التجارة لعملية استيراد السلع بشكل عام بما فيه السلع الأساسية، ونؤكد أن الاستمرار في تنفيذ القرار سيؤثر سلبا على عملية استيراد السلع، وهو ما يعني استنزاف السلع المتوفرة في السوق المحلي وبأسعار باهظة، ومن ثم دخول البلاد في أزمة مجاعة خانقة لعدم توفر الاحتياط القومي من السلع الأساسية، وإن وجدت فبأسعار لا يستطيع المواطن شراؤها. القرار الحكومي ستكون له نتائج كبيرة وانعكاسات سلبية على السوق المحلي بالتزامن مع انهيار العملة المحلية وانقطاع المرتبات بحسب خبراء اقتصاديين. مخاوف كبيرة للمواطنين من معارك التجار مع الحكومة وتعطل مصالحهم وانقطاع الأدوية والمواد الغذائية في بلد منهك عصفت به الحروب والنزوح والأمراض. صدور قرار برفع الجمارك دون استثناء المواد الغذائية والأدوية بمثابة الموت البطيء لمواطن يصارع الحياة وسط تدخلات خارجية عطلت كل مقومات اقتصاد بلاده وتحكمت بالقرار السياسي وجعلته أسيرا تنهشه الأوجاع والفقر في ظل غياب كامل للمنظمات الدولية. ندين ونستنكر الحكومة عن القرار الجمارك الجديد وتنزيل أسعار الجمارك على ما كانت، لأنه سبب في توقيف الحركة التجارية في شحن بالكامل، ونريد تخفيض الأسعار وليس زيادتها. ونشكر قناة المهرية على نزولها الميداني وتصويرها المحتجي سواء من مواطنين وتجار ومخلصي. نطالب الحكومة بإلغاء قرار رفع الجمارك الذي سينعكس سلبا على المواطنين واحتياجاتهم الخاصة. القرار الحكومي برفع الجمارك في هذا التوقيت سيؤدي بشكل مباشر إلى انفجار مجاعة في البلاد وشل الحركة التجارية
بحسب خبراء في الاقتصاد فؤاد المسلمي، قناة المهرية، منفذ شحن، محافظة المهرة. إلى ذلك قال عدد من التجار والمستوردين في منفذ شحن إن القرار الحكومي برفع الجمارك سيقضي على ما تبقى من اقتصاد هش في البلاد وسيؤدي إلى تجميد حركة التجارة والاستيراد. نتابع المزيد في الاستطلاع التالي. الأخيرة الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بإعادة النظر في القرار الجائر على المواطنين والتجار في سعر الجمارك بزيادة نسبة 100%. من يهمه الأمر؟ لا قلنا حل مشان السواقين ذبحت، صرنا 13 يوم داخل الجمارك وللآن ما بيش خراج. ناس محملة مواد غذائية، ناس محملة، يعني هذا الغلاء اللي صار راح يأثر على الشعب أكثر ما يأثر علينا. التجار ما هم يرفع السعر وما له هم، صح ولا مو صح؟ بقى لو قلنا حل بدنا نخلص من هذيك من 4 سنوات رفعوها ورجعوا نزلوها، هيا وهلا عاود. يعني شو الحل؟ صلنا 13 يوم. الناس اللي داخل رايح راجع ما عم يخرج، واللي راجع شوف الزحمه وشوف داخل جمارك شو الوضع. يكفي ظلم، يكفي عبث، يكفي غلاء، يكفي يعني العب. نناجد كل احرار اليمن، نناجد كل من يهم الامر. كفى ظلم، كفى بهتان. نريد يعني أن يخفضوا الجمارك. القواطر مليان شحن، أصبحت العملة اليمنية عبئة على المجتمع. ومن هنا فقد توجه يعني توقفت كل الحركة داخل شحن، يعني بشبه 100%، يعني إقلاق تام لكل المحلات. فإحنا من هذا الموقع نقول لهم بأننا سوف نضطر آنفا إلى توقيف الاستيراد وتوقيف حتى محلاتنا التجارية، لأن أصبحنا المحلات لا تدخل حتى أجور عن الموظفين اللي فيها. للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خليل الخليدي، أحد التجار المتضررين من هذا الارتفاع. بداية أهلا بك أستاذ خليل، ولو تطلعنا عن الأسباب، عن أسباب قيام التجار ومكاتب التخليص الجمركي بالإضراب عن العمل. السلام عليكم. ما زال الإضراب مستمر في منفذ شحن من التجار والمكاتب التخليص بسبب رفع تقويم سعر الدولار الجمركي. وهناك مئات من الشاحنات والقواطر والناقلات والبضائع التي ملأت ما بين منفذ شحن وبين البوابة اليمنية والبوابة العمانية. وإذا الآن حتى رفضت السلطات العمانية بدخول الناقلات والبضائع إلى المنفذ العماني، إلى المنفذ اليمني، مما اضطر التجار الى تخزين بضائعهم وانزالها في منطقه فرق المزيونه. سيد خليل، نعم سيد خليل، ما هي مطالبكم من وراء هذا الاضراب ولمن توجهونها؟ مطالبنا بارجاع سعر الدولار وتقويمه على ما كان من اول، بحيث ان الوضع الراهن لا يتحمل الشعب والتاجر سعر تقويم الدولار مما يضعف 100%. لا يتحمل المواطن سعر هذا تقويم الدولار 100%. الشعب منتظر تخفيض المواد الغذائيه والاسعار وليس بحاجه الى قرعه جديده. نعم، نناشد كل من يهمه الامر، نحن نناشد كل من يهمه الامر بالتراجع عن القرار هذا الذي ليس له دراسات مسبقه، مما الى ارتفاع الاسعار، سترتفع الاسعار بشكل جنوني بهذا القرار. نعم نعم. في حال اصرت الحكومه على قرارها بزياده التعرفه الجمركيه، ماذا سيفعل التجار؟ ما هي الحلول الممكنه؟ هل تسمعني أستاذ خليل؟ أسمعك، ما تغرب. نعم، كان سؤالي في حال أصرت الحكومة على قرارها، ماذا سيفعل التجار؟ ما هي الحلول الممكنة لدى التجار؟ ستكون الكارثة على التاجر وعلى المواطن البسيط التي لا يملك قوت يومه. هناك الكارثة تروح فوق التاجر، بل أول والأخير تروح الكارثة على المواطن، وكذلك التاجر سيوقف الاستيراد بسبب الغلاء. نعم نعم استاذ خليل، وهنالك انباء عن تكدس البضائع في المنفذ، هل لك ان تصف لنا الوضع التجاري في المنفذ؟
المنفذ أمثلة بشكل تشدد كبير بسبب البضائع، والآن هناك اضطر التجار بسبب الغرامات من الشركات الملاحية والمسائقين القوافر بإفراغ بضاعتهم في المنطقة الحرة بالمزيونة. وهناك توقع إتلاف كبير للبضاعات، هناك توقع إتلاف كبير للبضائع التي هناك في السوق الحر والمنطقة الحرة اللي هي المزيونة، بحيث أنه لا يوجد مخازن وكذلك لا يوجد ثلاجات مركزية لخزن الألبان والفواكه والخضروات والأدوية، سيقع هناك كارثة أكبر من ذلك. نعم، كنت معنا الأستاذ خليل الخليدي، شكرا جزيلا لك. العفو. في السياق الرسمي، نفذت شرطة السير المسح الميداني الخاص بتحديد المواضيع المواضع الخالية من العلامات والإرشادات المرورية على الخط الدولي الغيضة شحن. وأوضح مدير شرطة السير بالمهرة سالم الكثيري أن المسح الميداني سيشمل تحديد مواضع تركيب الإشارات المرورية ونوع الإشارات لتأمين الخط الدولي. من جانبه قال مدير شرطة السير ومديرية الغيضة حسين المراني إن المشروع يهدف للتقليل من الخسائر البشرية في النقاط السوداء التي تكثر فيها حوادث السير. مجتمعياً، طالب عدد من الصيادين في مديرية حصوين السلطات المحلية بإنقاذهم من الاعتداءات المتكررة من قبل القوات السعودية في محافظة المهرة. وقال الصيادون في تصريحات للمهرية إن القوات السعودية منعتهم من الصيد واحتجزت بعضهم لساعات طويلة وهددتهم بالسلاح، كما قامت بتصويرهم واحتجزت معدات الصيد التابعة لهم. ودعا الصيادون السلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية بسرعة تعويضهم وإرجاع معداتهم التي استولت عليها القوات السعودية. في نهاية حلقة برنامج من المهرة نستعرض وإياكم الأحداث التي شهدتها المهرة خلال الأسبوع. مشاهدينا الأعزاء، استعرضنا معكم أهم أحداث هذا الأسبوع. نلتقيكم الأسبوع المقبل بإطلالة جديدة من برنامجكم من المهرة. نستودعكم الله.